أم بعد الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه. ولذلك كان الآية كاين مكتوبة الآية ديالنا ربي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا باش نزر مقام الوالدين مقام عالي علي أمكن الوالدين علي مليح ربي دي قرميثو من نصر ربي الوالدين حذرث مباشرة ووصينا الإنسان بوالديه والدين من بعد يركز في الأم حملته أمه وهنا على وهن وطبعا من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله وفي رواية بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ترواكار للأم ثلاث أربعة الأم هي التي حملت تيمة قرفن تاليس الأم هي التي أنجبت الأم هي التي أرضعت وسميت سيم غريث عبوط قماس سميت وعار ثاديس تينس لو كان نتفهم سلتاقا نطور ديكس دينا كون زرا ربي ذاكي والهاغ فقط باش نفتسو يرى القدر للوالدين القيمة للوالدين خاصة ثيمات إسين إسين أماذا الأب أماذا الأم ذي الآية نظن ربي الناد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما أصغر كلمة يمكن أن تخرج من فم الإنسان ممنوعة أولكم الزين إكزمرنا ديفا سجيمي بومذان مارسين الوالدين الدريانسن خدم الثغاو سايقي نغاود ثاقي هذا سين أوف أوفاقي خفيف ولكن ربي دي قرح حذرث أتيني أول أوفاقي مولان أتزر ما إلا قام الزر ذا شو سواني مولان ولكن ذا غرجو باش هذي للميزان ربي ذا غيوصل والدين في الدريا إناد يوصيكم الله في أولادكم أي غر باش هذي للميزان مولاشي الزمر الحال اللاني مولان أدخذ من الباطل في الدريا الباطل يرنسي نكذي الوالدين حذاري أذي خدم ذي سلع جو ميد ينتقاسيني حبس ربي وصاكن في الليل إيه ولكن دا ربي وصاكن في الله سن ذا وقيد الميزان أي غردين ذي عصاة السلام اتقوا الله يهضر الوالدين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أقوذ ثربي خذ مثل عذل يرد ريانون ماشي واستفكم واستكسم وتحملم وتكرهم وثد قرفم وتسفعذم أما زوزا يا معزوز ماذا مقران تروي في الله خطي سمحتي أي مازوزا أي معزوزا ما عليش دي معزوزا مي عيون في مولا نول باش نخدم نار الباطل عيون خاطر يزمر بابك هذا يغفل خاطر شي طبيعي ما يحملك بابك بزاف على بالك نقطة قلت حوايج ساعتين باش تفهمها ساعتين سي نورمال خاطر ما إلا غنزو يسعى 40 سنة أمشطوح يسعى 15 سنة ذا خليس أسي قارو تعيش شي غارة ذو مشطوحة إني عاشق ذو مقران إلا قد كومبونسيغ إلا قد رطرابيغ أسفت غلا دوز ثم قران ثلا إن لوجيكا ثلا ثلا ولكن الشرع دي قال الميزان لذلك يحكى ربي ثم شوة سيدنا يوسف يحكي يا سيد باش نرى دار لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين هذا لا عجب يا الميف غنث وعرث السمين يرث السمين وعرنت يلا من بعد شو ذاك في مات حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أرنو يطلس يماس عامين عامين وهو أحسن يعني مدة الرضاعة عامين ونصر جرى منظمة الصحة العالمية
ألا مدفك تعليم آلي وزارة الصحة عبر العالم أسقر لقف يمثنا السطضنت هذا السطضنت الدريان سنت فقيت فقط سي منظمة الصحة العالمية شحال يجي على كل حال استعوذني يعني يبقى سي 96 يطلع كونفيرونس إلى يبقى مغاري حضر إيون إغراض التعليم يجي دغيا ينتقد هنا يستقوس حوايج أنا رجو الطب أنا غنرجو منظمة الصحة العالمية نسي مسا الصوت تضر ويسعى ماين تقول ما فوضن ما تسعى السبة الله غير مويش خاطي ولكن أقلق دي زمان ذين الحصان من بعد شو دينا ربي سبحانه أن أشكر لي ولوالديك أيضا في عند ورش وقالون أن بضم النون ولكن عند حفص أن أشكر لي ولوالديك يعني حمد ربي تشكر الوالدين في زوج شكر ربي يخدي في كان الوالدين شكر الوالدين يويثنا ربي الكفري ذاك خدمني الهان وكل شيء يغال لله من بعد شو دينا ربي سبحانه الي المصير انا غالي كر سيدي ربي اما ذي مولانا اما ذي الدريا اما انا غالي كر سيدي ربي الايه الاخيره الايه 15 وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم طبعا قد العلماء دينا نزلت في سعد بن ابي وقاص في ماسي مستنى وكفر محمد صلى الله عليه وسلم قبل اسلامها خطر بعد ذلك اسلمت وبعدين رفض وابى القصه معروفه ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اي مولان ما يلحت منك يعني بذل جهدا لحملك على ان تشرك بالله حبس اكنف غيلا نسيت مسألة مهمة مدينة ربي ووصينا الإنسان بوالديه دائما الإحسان يكون متعلقا بإلى نقول لك أحسن إلى ماشي أحسن بي ولكن داك سبحان الله ربي سبحانه مدينة استخدم الباء الباقي تفيد الإلصاق شو المعنى عندها دلالة عميقة معنى أنت تحسن إلى والديك التصق بهما خطر ممكن واحد يقول كان ندير الخير في الوالدين ولكن بلا انترميدير ندير لهم خدام شوفر خدامة عروسة ولو معليش العروسة تخدم وكذا ولكن أنت فهمت المسألة كيف؟ إشارة لطيفة جدا في اللغة العربية دائما كلمة الإحسان تلتصق بإلى كقول الشاعر مثلا أحسن إلى الناس ماشي أحسن بالناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم ولطالما استعبد الإنسان إحسانه ولكن ذاك مدينا ربي الباء من معاني الباء الإلصاق